عليكم. إن شاء الله اليوم راح ناخذ lecture 3 respiratory system. راح نتكلم إن شاء الله بيها على factor effect ventilation اللي هي compliance, elasticity, surface tension. راح نتكلم عن dead space والقوانين مالته, وراح نتكلم على ventilation rate. أول سلايد يتكلم ده يكون movement of air into and out of the lung occurs as a result of pressure difference induced by change in the lung volumes. خلنا بالمحاضرة السابقة قلنا حتى الهواء يدخل من اللنج للخارج أو بالعكس يدخل من الخارج للداخل, يحتاج أغير بريشر بين الخارج والداخل بين اللنج والأتموسفير. الأتموسفير شلون أغير هذا البريشر؟ عدنا عدة طرق إحنا قلناها إنه هي المصل راح تساعدني 75% كانت تساعدني دايفرام بها. شلون تغير الضغط؟ عن طريق إنه توسعني تشيست. من توسع التشيس راح تتمدد اللنج, تتوسع حجمها يزيد. من يزيد حجمها حسب قانون بويل كنا يقل الضغط داخلها, لذلك الهواء راح يدخل من الخارج ويدخل لللنج. وبالعكس إذا أريد أطلع الهواء راح أقلل حجمها, من أقلل حجمها يقل الضغط داخلها, العفو يزيد الضغط داخلها. من يزيد الضغط داخلها على الأتموسفير يعني فوق الأتموسفير كبرشر راح يطلع الهواء من التركيز العالي لداخل اللنج يخرج للخارج الاتموسفيريك برجع بالعكس يعني زين. فهاي نفس الشيء العبارة الأولى دا يتكلم عن هذا الشيء. الـ ventilation is influenced by physical properties of the lung. يعني هنا يجي يقول إنه الـ ventilation مال lung دخول الهواء أوكي وتمدد اللنج وكل هاي الأمور تتأثر بعدة عوامل. physiological properties هي خصائص خاصة بها اللي هي compliance, elasticity, surface tension. اللي هي مواضيع أساساً إن شاء الله محاضرتنا اليوم. نعرف شنو compliance, شنو elasticity, وشنو surface tension. يعني هاي خصائص هي موجودة باللنج من أساس موجودة. أوكي فهي هاي الخصائص راح تأثر على الventilation. أما تساعدني زي سهل لي على الventilation أو بالعكس تكون متقاوم هذا الventilation وتغيير الحجم. بس هي خصائص طبيعية normally موجودة بكل لنج. زين. أول شيء راح نتعرف يقولكم for inspiration to occur, lung must be able to expand when stretch. need high lung compliance. يعني أنا حتى لو دخلنا في مصطلح compliance من يقولكم كلمة compliance سواء راح نشرحها بالسلايد الوراء. compliance يعني هي easy stretchable. إيش كت هي easy stretchable؟ إيش كت قابلية تتمدد بسهولة؟ أوكي فمن أقول هاي lung مثلاً high compliance أتها معناها بسهولة يصير لها stretchable, سهلة stretchable. أوكي من أقول low compliance يعني الطواعية مالتها قليلة مو بسهولة صار لها stretching. أوكي مثل النفاخة شبهوها إنه من تنفخوها مثلاً دا بسرعة النفخات تقولون هاي high compliance عندها بسهولة النفخات, من صعوبة كلش حسيت أكو صعوبة يلا النفخات هاي low compliance. فلذلك أنا أحتاج من inspiration إن lung تكون high compliance حتى بسهولة تتمدد. أوكي بسهولة يزيد حجمها. من أقول ال for expiration the lung must get smaller when this tension is released. need lung elasticity. lung elasticity كلمة lung elasticity و surface tension هي opposite معاكسة لكلمة compliance. elasticity تشتغل عكس compliance. compliance تريد تمدد وتزيد حجم, والelasticity بالعكس تريد ترجع lung لحجمها الصغير. اوكي فهي يسموها elasticity opposite للcompliance عكس compliance. اش وقت احتاجها؟ احتاجها بالexpiration. يعني بالexpiration احنا نريد نصغر حجم lung حتى يزيد الضغط داخلها ويطلع الهواء. The tendency to get smaller is also يعني يساعدني بيها is surface tension. surface tension مصطلح آخر راح نتعرف عليه إن شاء الله بسلايد الأخ. هذا يشتغل أيضا يحاول يرجع اللنج صغيرة. وكيف هسه عامليا تريد ترجع اللنج صغيرة اللي هي يسموها elasticity وال surface tension compliance عكسهم. يعني طواعية اللنج تكون عالية يعني بسهولة يصير لها stretching أحتاجها من inspiration. فهسه راح نجي نشرح أول عامل والcompliance. compliance هي stretch ability قابليتها على stretching قابلتها على التمدد. the lung are very distensible كلش بسهولة يصير لها stretching. the extent to which the lung will be expanded for each unit increase in transpulmonary pressure. هذا كتعريف إلها. يعني compliance هي شنو؟ هي حجم اللنج at a given pressure. يعني أنا عندي pressure إحنا بدنا نحكي عليها pressure بدنا نحكي على intrapulmonary pressure اللي هو الفرق بين الالفيلر فرق ناقص أطرح من عند الانترابلورال براجر. يطلع لي
برجر اسمه انترا بولمينري برجر دا اتكلم عليه، انه انت هذا البرجر شكت حجم اللانج، اوكي هاي يسموه الكومبلاينس مالتها، يعني شكت تقاوم هذا البرجر مثلا يعني فور ايتش لانج، يعني هذا هو هذا التعريف الكومبلاينس. فيقولكم اللانج is in fact about 100 times more distensible than toy balloons، يعني هاي البالونز احنا ننفخها ايش كثير سهلة، اللانج بعد اكثر من الكومبلاينس، يعني hundreds مئات المرات هي اسرع تنفخ بسهولة، يعني اوكي طبعية ما تكلش سهلة بسهولة تنفخ. اللانج كومبلاينس هذا التعريف اللي تكلمت عليه هي change in lung volume per change in transpulmonary pressure، يعني at a given pressure ايش كد حجم اللانج، اوكي يعني أنا مثلا هاي كأمثلة مو واقعية، مو أرقام واقعية بس أعطيكم كتوضيح توصل لكم. مثلا هنا يقولكم حجم اللانج 200 مثلا نعتبروها، والبرجر 10 شكد 20 الكومبلاينس 20، من قلكم حجم اللانج بالنسبة للبرجر العشرة أتقفنا برجر معين حجمها مثلا 50 شكد صار 5 كومبلاينس ما تأقل. فيعني أنا كل ما كان حجمها كبير at a given pressure أقول معناها الكومبلاينس مالتها عالي، أوكي زين. مثلا أنتوا تخيلوا مثلا أنتوا تنفخون نفاخة برجر معين، أنتوا جبتوا هذا اللي ينفخ النفاخ حطيتوه برجر معين، أكو نفاخة حجمها صار كلش كبير ونفاخة ما بقت لا حجمها صغير، فشنو معناها؟ معناها النفاخة حجمها صغير كومبلاينس مالتها قليل، أوكي لأن يعني نفس البرجر أنا سلطت عليهم وحده كلش كبر حجمها، وحده حجمها بقى شويه صغير ما كبر بسهوله، فهاي ما كبرت بسهوله هاي الكومبلاينس مالتها قليله، كبرت بسهوله حجمها كبر بسهوله هاي الكومبلاينس مالتها عالي. فهيك شي توصل لكم فكره ان شاء الله. فات اجيفن فرجر ارد اعرف ايش كتب بالضبط الكومبلاينس مالتها زين. ف اجيفن ترانسبول مينر بريشر ان اذر ووردز ويل كوز جريتر اور ليسر اكسبانشن ديبندينج اون كومبلاينس اوف لانج، يعني ات اجيفن بريشر اني معين بريشر معين مثل ما استطعتكم مثال مثلا 10 فأشوف ايش قد حجم اللانج، ايش قد حجم اللانج يعني depend on compliance مالتها، يعني اكو مثلا انه بهذا البرجر اللي انطيته مثلا فرضو ترانسبول من البرجر انطيته 10 فت لانج معينة صار حجمها 200 واللانج اللاخ صار حجمها 50، اوكي فهاي مو 50 compliance مالتها قليلة حسب هي ايش قد هي compliance مالتها، وأكو بالعكس هاي صارت 200 كومبلاينس مالتها عالية. لذلك إذا يقولكم at a given pulmonary pressure trans pulmonary pressure will cause greater or lesser expansion حسب أما حجم يكبر أو حسب هي الكومبلاينس مالتها، stretchable مالتها سهل حجمها راح يكبر أكثر بهذا البرجر، stretchable مالتها مو سهل يعني الكومبلاينس مالتها مو سهلة مو بسهولة تنفخ، فمعناها حجمها ما راح يكبر بهذا البرجر، أوكي ما راح ينطيني فد برجر فد حجم معين كبير حسب الكومبلاينس. إن شاء الله وضحت الفكرة، أوكي؟ يعني أعيدها المرة الأخيرة، إنه أنا مثلاً عندي برجر معين سلطته على نفاختين قلنا اشتريتوها، واحدة قال لكم هاي الكومبلاينس مالتها عالي، واحدة قال لكم الكومبلاينس مالتها قليل، لأنهم سلطتوا عليهم البرجر هذا العالي العشرة مثلاً، هاي الكومبلاينس هقول لكم عالي شفتوا حجمها كلش كبر بسهولة، هاي من الكومبلاينس مالتها عالي طواعية مالتها بسهولة استرتشبل الله يصبيها، بس هاي اللي قلكم لا الكومبلاينس مالتها لو من حطيتوا لها البرشر شفتوها صحيح حجمها ما كبر بسهولة لان هي مو بسهولة يصير لها استرتشبل، اوكي لان الكومبلاينس مالتها قليل. زين هنا دي يقولكم under normal physiological situation variation equation عندي in the respiratory cycle compliance is greater during expiration فرق عن inspiration، ليش تلاحظون طلاب؟ يعني مثلا تلاحظون طلاب هنا أنا عندي بالإكسبيريشن هذا هنا ده يمثل حجم اللانج، هذا البرجر ده يمثل، فأني عند برجر معين هذا مثلا تلاحظون إنه أنا هذا بالإكسبيريشن ده أوصل هذا الخطأ هذا البرجر، شوفوا هنا فرق الإنسبيريشن يعني، أو مثلا خلينا نجي ناخذ من أنا قول هنا سالب المهم أخذته هنا تشوفون يعني أنا عند هذا البرجر سالب 5 شوفوا هنا الإكسبيريشن حجمه إيش قد أعلى من الإنسبيريشن
اوكي حجمها بهواي اعلى. اللانج فوليوم هذا لانج فوليوم الاكسبيريشن اعلى من الاكسبيريشن انت جيفن بريشر. يعني انا اوضحها بطريقه شوي اوضح. انا هذا حجم اللانج، هذا دا يمثل حجم اللانج، هذا دا يمثل البريشر اني منطي. افرضوا اني انطيت سالب 5، هذا سالب 5 دا اشوف هنا من دا اوصل نقاط بالانسبيريشن من ارجع اسوي شوفوا هل قد حجمها، هذا حجمها او بوينت فتشي. من اصعد اوصل خط اكمل الاكسبيريشن شوفوا حجمها بهواي اعلى، حجم بالاكسبيريشن اعلى من الانسبيريشن. لذلك بالاندر نورمال يعني سيتويشن اكسبيريشن يكون الكومبلاينس مال لانج اعلى من الكومبلاينس ماي انسبيريشن، لان لاحظتوا انه حجم اللانج بالاكسبيريشن ات ا جيفن بريشر معين حتى بريشر ثابت، لاحظتوا انه بالاكسبيريشن اللانج حجمها اكبر صار من الانسبيريشن. يعني اللانج طواعيتها قابليتها على ستريتشبل اوكي او حجمها يعني بسهوله ينفخ بالاكسبيريشن. يعني مو دان احكي اني انه هو لان اثر تقولون انه هو دا يطلع الاير ليش هو انه مو المفروض اصغر، لا انا دا احكي على هي هسه حجمها ات هذا البريشرز اوكي. اذا انا مطيتها هذا البريشر بالانسبيريشن بالاكسبيريشن ذا سيم، فاذا راح اشوف اللانج حجمها بالاكسبيريشن اكبر من الانسبيريشن اوكي. ليش احنا قلنا هو لان انا وصلت شفت بهذا البريشر فلذلك طواعيتها اكثر تصير اسهل من بالاكسبيريشن والانسبيريشن. الشغلة الثانية اللي تأثر لي هي البوزيشن. Compliance is less lying down due to less functional residual capacity. احنا قلنا ال functional residual capacity ذات الكرون كانت هي ال expiratory reserved volume زائد ال residual volume. يعني هذا الهواء اللي يبقى باللانج بعد ما انه اني اخذ quiet respiration اخذ نفس بسيط واطلع نفس يبقى لي فد هواء داخل اللانج اللي هو يسموه functional residual capacity. كنا تمثل expiratory reserved volume زائد residual volume اوكي. يعني هذا تمثل انه هذا الهواء اللي ما راح يطلع الا اني اخذ deep expiration يلا يطلع، وايضا residual volume اللي هو اصلا ما يطلع ابد شكد ما اخذ نفس ما راح يطلع، لازم قبل اللانج حتى يوفى بحالة distended يعني يوفى بحالة انه منفوخة. فهذا انا بحالة البوزيشن راح يقل هذا الـ functional residual capacity. من قل الـ functional residual capacity اذا انسان يعني يتمدد راح يقل لا اوكي، يعني ايش راح يصير؟ معناها حجم اللانج راح يقل. من حجم اللانج يقل شنو معناها؟ معناها الكومبلاينس مالتها قليل ات ا جيفن بريشر. فوصلت الفكره زين. كومبلاينس ريدوس باي ذا الاستيك ريكوست. نعرف شنو عوامل تقل من الكومبلاينس مال اللانج. ليش اكو مثل اللانج تقل الكومبلاينس مالتها يعني طواعيه مالتها تقل؟ أول شيء العامل اللي راح يأثر على الكومبلاينس مالته هي elastic recoil of the chest and the lung. يعني أنا الكومبلاينس اللي راح يأثر عليها عندي ثلاث شغلات، يعني ثلاث عوامل راح بالعكس تريد اللانج إنه ما تنفخ تسحبها، بالعكس تريد تصغر حجمها. هاي عوامل تأثر على الكومبلاينس اللي هي ثلاثة نحطهم اللي هي elastic recoiling of chest elastic recoiling of lung والsurface tension. هاي ثلاث عوامل كلها ضد الكومبلاينس، كلها تريد بالعكس ما تريد اللانج تكبر حجمها، كلها تسحبها باتجاه انه صغر حجمها. elastic recoiling of the chest on the lung the more elastic the structure the less compliant due to increased force of recoiling. يعني بالعكس انه هي تحاول ترجع اللانج صغيرة لذلك تقلل الكومبلاينس. the force of alveolar surface tension والسيرفس تنشن ايضا عكس الكومبلاينس يحاول يقلل الكومبلاينس. شنو السيرفس تنشن؟ هو راح ناخذ سلايد عليه بس اشرح لكم اياه. انه انا عندي هاي الفيولاي اوكي. الفيولاي احنا كنا طبيعتها هي ما بيها فلويد، بس اكو فيلم اوف فلويد، هيك فيلم اوف فلويد بالسيرفس موجود. يعني فد طبقة كلش صغيرة من الفلويد تكون على السيرفس مال الفيولاي. مثل ما نعرف احنا جزيئات المي، يعني هاي مثلا جزيئة هاي جزيئة هاي جزيئة هاي، واحدة تجذب الاخ من كل الاتجاهات، هاي تجذب هاي هاي تجذب هاي هاي تجذب الفوقها وهكذا، يعني يتماسك الوحدة ويا الاخ يصير بينهم قوة تجاذب. فهنا شنو بالسيرفس هنا انا عندي طبقة هنا فكل وين يتجهن اتجاه هيجي قوة السيرفس هنا، يا
يعني هذا قوة اتجاه إن يقدر يتشحن بهاي الجزيئات المية بهذا الاتجاه، هن موجودات على السيرفس. فش راح يسوون؟ راح يحاولن يصغرن هاي، يسولها كولابسينج، يعني هن الفيلا يحاولن يجرنها باتجاه الداخل، يقدر يصغرن حجمها لأن هن بينهم قوة جاذبية، يقدر يدخلن للداخل. أوكي، هاي يسموه السيرفس تنشن، يعني هذا الجزيئات تعطيني تنشن تريد تدخل تسوي لي كولابسنج لهاي الالفيولاي، تحاول تجرها للداخل، صغر حجمها. فهاي كلها يعني شو تساهم؟ تساهم انه تقلل حجم اللانج، لان هاي تريد بالعكس تقلل حجم هاي الالفيولاي، هذا الجزيئات مال المي تريد تدخل للداخل، يعني تريد صغر حجمها. هاي يسموه السيرفس تنشن، يعني جزيئات المي الموجودة على السيرفس راح تعطيني في التنشن معين حتى تصغر حجم الالفيولاي. Compliance is decrease in interstitial pulmonary fibrosis, alveolar edema and pulmonary congestion. هاي أمراض راح تأخذوها إن شاء الله، راح تعرفون الكومبلاينس مال اللانج تقل بيها، الفايبروسيس يعني يصير بيها تليف، بعد صعبة النفخ بسهولة، الالفيولار إديما يعني يتجمع المي كله بالالفيولاي، pulmonary congestion أيضا يصير عندي بالانترستيشن يتجمع الفلويد، كلها هاي تقلل قابلية اللانج على إنه تتمدد، فكلها تقلل كومبلاينس. فهاي كلها فاكتور يعني بروديوس ريزيستنت تو ديستنشن، يعني هاي الامراض اللي عددناها كلها فايبروسيس، انه تتليف اللانج، انه يصير بيها مي، كلها تقلل قابليه اللانج حتى تتمدد. كومبلاينس هسه عرفنا العوامل اللي تقلله، اذا فيزيولوجيكال هي الالاستيك ريكويلينج اوف لانج، الالاستيك ريكويلينج اوف تشيست، يعني هاي القابليه انه الالاستيسيتي تحاول ترجعها للداخل تصغر حجمها، لان هي عندها الالاستيك يعني ماتيريال بها فتحاول تدخل للداخل. إضافة للسيرفس تنشن، كده هي جزيئات مي موجودة بالسيرفس مال الالفيولاي تحاول تنجذب للداخل، من تنجذب للداخل معناها راح تصغر حجم الالفيولاي وتطلع الهواء منها. أوكي، ثم السيرفس تنشن. هسه راح نعرف شلون نقلل هذا السيرفس تنشن حتى ما يصير عندي كولابسينج وما يصغر حجم اللانج أكثر من الطبيعي. بالسلايدات إن شاء الله جديدة. هاي الفيزيولوجيكال فاكتور، يعني هسه احنا اذا نريد نسوي هيك كومبلاينس يقل، فاكتور افكت كومبلاينس فيزيولوجيكال نقدر نقول، نقدر نقول باثولوجيكال. فيزيولوجيكال قلنا الالاستيسيتي مال اللانج مال تشيست، قلنا السيرفيس تنشن، هاي يشتغلون عكس الكومبلاينس يحاولون يصغرون الحجم. الباثولوجيكال قلنا الفايبروسيس، انترستيشال بالمينري فايبروسيس تليف، الالفيولار إديما مي يتجمع بالالفيولاي، pulmonary congestion، هاي كلها أيضا ما تسمح لللانج تأخذ راحتها وتتمدد بسهولة. فهاي العوامل لازم تحفظها. العوامل increase the compliance اللي هي older people because of loss of elastic recoiling and in emphysema، يعني إذا كان شخص كبير يمدي شوي شوي بالعمر الإلاستيك ريكويلينج تقل، يعني هاي المواد المسؤولة عن الإلاستيسيتي البروتينات والهاي كلها راح تقل مرور الزمن، فالقابلية إنه يصير عندها تمدد بسهولة، لأن هاي القوة اللي هي عكس الكومبلاينس الإلاستيسيتي تقل، فلذلك الكومبلاينس ياخذ راحته. يعني تخيلوا أنتم مثل مثلاً هيش إلاستيكة تجروها أكو فت تحسون أكو تنشن يريد يرجعها، هذا التنشن اللي يريد يرجعها هاي إلاستيسيتي. اوكي، يعني هاد التنشن اللي يريد يصغر حجمه، ومرور الزمن هاي الالاستيسيتي هاي التنشن اللي يريد يرجع شيء لحجمه يقل بسبب البروتينات المسؤولة عن هذا الشيء تقل. اوكي، او تقل عمرها وتتحطم، لذلك يصير بالاولدر بيبل بسهولة الكومبلاينس مالتهم يعني. ان امفيزيما ستاخذون ان شاء الله، امفيزيما هو مرض ايضا انه هاي الالاستيك ماتيريال يعني تتحطم وتتكسر، باثولوجيكال كوز يعني، ايضا تقلل الكومبلاينس مالتها، فاللانك راح تبقى دائما بحالة منفوخة. اوكي، يشوفون تشيس مالتهم كلش منفوخ يعني واسع، يعني هسه يعني ان شاء الله من درسون اشعة من هاي تعرفوها، انه يشوفون انه تشيس مالتهم كلش واسع. اوكي، تعرفون انه هذا عندهم انفيزيما، يعني حجم اللانك اكبر من الحجم الطبيعي بسبب ما عندهم هاي الالاستيك ريكويلينج. اوكي، بسبب باثولوجيكال كوز يعني. خلصنا الكومبلاينس. اوكي، قلنا اول بروبرتيز موجوده باللانكث افكت الفنتليشن، راح نجي للالاستيسيتي نشرحها. هي التندنسي اوف ستراكشر تو ريتيرن تو اتس انيشال سايز افتر بيجن ستاندد، مثل ما قلت لكم شبه اللاستيك
تحاولون يعني تجروها تحسون اكو في التنشن يريد يرجعها حجمها القديم، هاي يسموها الاستيسيتي. ليش هاي الاستيسيتي باللانك منين دا تجي؟ تجي من الهاي كونتنت اوف الاستين بروتين، فدي بروتين معين اسمه الاستين. The lung are very elastic and resist tension. يعني نفس الوقت هي هاي كوملاينز بس بنفس الوقت هم الاستيك، اتها هواي ماتيريال تحاول resist للديستنشن، تحاول تقاوم هذا الديستنشن اللي يصير. The lung are normally stick to the chest wall. مثل ما قلنا هني هي انه هي ما مرتبطة structure ويا انه ما عتها مصل او شيء يربطها بالchest wall، بس هي sticky يعني لازقة بالchest wall بسبب انه ال visceral pleura اللي هي تغطي اللانج سيرفيس راح تكون لازقة على ال على البراتل بلورا، فهذا الشيء ساعتها انه تبقى لازقة على تشيس وول، لان هي البراتل بلورا لازقة على تشيس وول والفيزرال بلورا لازقة على اللانج، فمن يلتصقون وحدة بالداخل اللانج راح تكون ملتصقة على تشيس وول. This tension increases during inspiration when the lungs are stretched and is reduced by elastic recoiling during expiration. زين؟ هسه راح نجي ناخذ حالة مرضية اسمها النيموثوراكس. شنو كلمة نيموثوراكس؟ فالنيموثوراكس هي حالة مرضية انه هي الـ air يدخل بالانترابلورال سبيس، فالانترابلورال بريشر يعني يرتفع until is equal to atmospheric pressure، يعني كل شيء يزيد يزيد هذا البريشر. اوكي يعني انا مثلا عندي هو نورمالي ماكو اير موجود بداخله، بس انا يصير حاله مرضيه مثلا انسان تنزرف مثلا اللانج ويدخل الهواء وين بالانترابلورال بريشر، او مثلا ينضرب طلقه او اي شيء، المهم يعني يصير حالة تخلي إنه الهواء يقدر يدخل الانترابلورال. فايش راح يصير عندي هنا؟ يصير هنا يدخل الهواء، في احنا نعرف إنه الانترابلورال هو نيجاتيف بريشر دائما أقل من الترانس يعني اتموسفيرك بريشر، حتى كنا يسمح لللانج إنه تتمدد. أوكي يعني لازم يكون قليل بريشر بالانترابلورال سبيس، بس هنا من راح يدخل الهواء راح يصير أعلى، يصير بكثير الاتموسفيرك بريشر. فمن يصير هنا احنا مثل هسه هاي عندي اني لانك مثلا اعتبروها هنا انا لانك. اوكي هاي لانك هنا قلنا هاي اعتبروها الترابلورال سبيس نورمالي هو نيجاتيف حتى يسمح لها بسهوله تتمدد، بس انا من هنا صار بي هواء وصار مثل الاتموسفيريك بريشر، هنا انا لانك بعد ما راح تقدر تتمدد لان هذا البريشر بالانترابلورا عالي، اوكي فما راح تقدر تقاوم وتتمدد عليه. لذلك هنا دا يقولكم when the intrapulmonary pressure the same as intrapulmonary pressure، يعني يشبه مثل intrapulmonary pressure، يعني هو intrapulmonary مراتها مثل اتموسفيرك او اعلى او اقل، فهنا دا معناها البريشر راح يكون قليل داخل الانترابولمينري، اما قليل او يساوي الانترابلورا فبعد صعب يقاومه ويتمدد عليه، هو نورمالي نيجاتيف دائما اعلى منه، دائما انترابولمينري دائما اعلى من الانترابلورا فبسهولة يتمدد، بس من هنا دخل اير وسوى الانترابلورال يساوي او اعلى من الانترابولمينري، اوكي راح يصير هنا بعد صعبه العفو انترا الفيلر يعني اعلى من انترا الفيلر واعلى او يساوي الاتموسفيريك بريشر، هنا بعد اللانج ما راح تقدر تقاومه وتتمدد يعني تتمدد ضده باتجاهه، فش راح يصير هنا ما تقدر لونجر اكسباند نوت اونلي ذا لانج، نوت مو مرات مو شرط بس ما تقدر تتمدد، مرات هو هذا البريشر يتغلب على اللانج حتى يدفع حال الداخل، يعني الانترابلورا يتغلب عليها يقوم هو يدفعها للداخل، مو هي تدفع تندفع عليها، بالعكس هو يدفعها ويسوي لها كولابسنج، حالة يسموها كولابس معناها اللانك تتفرغ من الهواء، لان هو دفعها يعني كلش كلش اصلا اللانك لا انسواها كولابسنج طبقها سوا فشها وخر منها كل الاير، فهنا ايش راح يسوي لها؟ ممكن يسوي لها كولابس معناها away from the chest wall as a result of elastic recoil، حالة هاي يسموها اتيلاكسس. اتلاكتسس معناها انه يصير كولابسنج، انه اللانج يصغر حجمها كلش فرق عن الطبيعي حتى فيصير بيها كولابسنج. اوكي هاي يسموها الاتلاكتسس.
هاي تلاحظون طلاب هاي الاتلاكسيسز، يعني هنا اللانك كولابس، اللانك يصغر حجمها، هنا من يزيد الانترابلورا يقوم يدفع 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 لان يفرغها من الهواء، اوكي هاي يسمونها اتلاكسيسز، هنا اللانك يصير فيها شرينكج تتفرغ من الهواء. زين هسه خلصنا عامل، يعني خلصنا الكومبلاينس وخلصنا الالاستيسيتي، قلنا شيء لاخ السيرفيس تنشن، اوكي السيرفيس تنشن انه هو يشتغل نفس الالاستيسيتي، يعني عكس الكومبلاينس، الكومبلاينس تحب تمدد اللانج والالاستيسيتي والسيرفيس تنشن يحبون يرجعوها صغيره. زين فهي فورس ذات اكت تو ريزيست تنشن انكلود الاستيك ريزيستنت اند سيرفيس تنشن، فدي يقول لكم هنا الشغلات الريزيست تنشن يعني تمنع ما تحب الديستنشن هي الالاستيك ريزيستنت اللي شرحناها والسيرفيس تنشن. الالاستيك ريزيستنت قلنا مسؤول عنها بروتينات معينه اسمها الالاستين هي تساهم بهذا الالاستيسيتي، والسيرفيس تنشن قلنا بسبب وجود هذا الفلويد اللي هو يحاول يصغر حجم الالفيلاي. فهنا ايش يقول السيرفيس تنشن ذات از اكزيرت باي فلويد ان الالفيلاي ذا لانج بوث سكريت اند ابزوربت فلويد بسرعه عامه انتو انتاغونستيك بروسيس ذات نورمالي ليف اونلي فيري ثين فيلم اوف فلويد اون الالفيلار سيرفيس، يعني بسرعة عامة أن الفيلاي ما عندها فلويد داخلها، بس ليش عندها ميكانيزم تو ميكانيزم، واحدة عكس الأخ، واحدة تدخل واحدة تخرج فلويد. هنا عندنا مثلا الابسوربشن فلويد ابسوربشن من الالفيلاي عن طريق فد ترانسبورتر، ايش راح يسوي اكتف، راح يسحب الصوديوم، ودائما الصوديوم يحب المي فيسحب صوديوم ومي حتى توخر اي فلويد يدخل الالفيلاي. بالعكس واكو عكسها سكريشن اللي هي القناة تطلع لي الكلورايد والموتر، ليش هاي تفيدني؟ تفيدني حتى لان اكو هنا مواد، اوكي مواد تكون ميوكاس، هذا الميوكاس لازم يحتاج انه انا يطلع لي شوية فلويد حتى هذا الفلويد يخفف هذا الميوكاس، يعني حتى بسهولة يصير له سكريشن، اوكي فهذا مواد يعني لازم اتخلص منها، يعني لازم انه تكون تتخفف ما تصير ثقيلة حيل وتسدلي الالفيلاي، فاني اضطر اطلعها شوية مي، فهاي اوكي عن طريق انه قناة تطلع لي كلورايد ومي. فالسبب اللي هنا ممكن عندي فيلم صغير من الفلويد، فمجرد هيك فيلم صغير من الفلويد، مجرد طبقات سطحية بسيطة من الفلويد، هاي الفلويد مشكلته من راح يصير راح يسوي لي، راح يسوي لي اكزيرت تنشن، يسبب لي تنشن معين يحاول يسحب الالفيلاي للداخل بسبب هاي جزيئات المي، عندها قابلية فورس انه تدخل للداخل تسحب وياها الالفيلاي، هاي السحبة مالتها والتنشن فورس الاتها هاي الجزيئات راح تسبب لي شرينكج صغر حجم الالفيلاي، بالتالي معناها قللت حجم اللانك كلها لان احنا عندنا ملايين الالفيلاي، بالتالي تصغر حجم اللانك وتقل الكومبلايس مالتها. زين عندي حاله مرضيه متعلقه بهاي الفلويد الابزوربشن والسكريشن، ايضا راح تمر عليكم ان شاء الله مهمه هاي الحاله، راح تمر عليكم بعدين بالسنوات السابقه سنوات العفو الجديده. An imbalance of fluid absorption and secretion، احنا قلنا هي عندي عمليتين، واحدة تخرج مي واحدة تدخل مي بالالفيلاي قناتين، اكو مرات يصير عندي جينيتك ديفكت بالكلورايد، الكلورايد احنا قلنا شنو وظيفته؟ بالعكس يعني هاي القناة اللي تطلع كلورايد ومي تطلعها الالفيلاي، مرات يصير بيها خلل يسموه cystic fibrous transporter membrane regulatory، اوكي يصير بيه خلل هذا البروتين اللي هي يعني هذا الخلل البروتين معناها قناة هاي المسؤولة راح يصير بيها خلل هاي القناة تطلع الكلورايد والفلويد. لذلك قلنا الـ airway fluid become excessive viscous with a lower water content and difficulty to clear، مثل مثلا تكلمت انه اني هاي هنا عندي الالفيلاي، هاي الالفيلاي عندها مواد viscous، اوكي مواد يعني ثخينة تصير، اذا يعني لازم شو احط لها؟ اضيف لها مي بسيط هاي الالفيلاي حتى تخف وبسهولة اتخلص منها، اوكي فهاي وظيفة انه اني شوية اطلع مي بالالفيلاي، بس نفس الوقت ما اسمح هواي يتجمع مي، اكو قناة ما الصوديوم تسحب صوديوم ومي حتى ما يتجمع هواي مي، لان احنا قلنا مضر اذا جمع هواي مي معناها الاير ما راح يلقى مكان، اوكي وما راح يصير تبادل غازي، لان هي المكان الوحيد يصير بتبادل غازي هي الالفيلاي، وانا احتاج انه يكون كلش ممبران خفيف بسهولة يسوي تبادل غاز، اذا صار هنا مي يتجمع بالالفيلاي هنا يصير كلش صعب انه اللي يصير تبادل غازي بين البلد فيزل والالفيلاي، لذلك اني ما لازم اسمح انه مي هواي يتجمع بالالفيلاي، بنفس الوقت اسمح مي قليل يطلع للالفيلاي حتى يخفف هاي المواد قلنا الفيسكاس تكون يعني مواد ثخينه تصير، اوكي فاحتاج اضيف لها شويه مي
عن طريق قناة طلع الكلورايد ومي، أوكي، حتى تخففه بسهولة أطرحها. سيستيك فايبروسس شنو هنا؟ أكو خلل بالجين المسؤول على أن يكون هاي القناة، البروتينات مال القناة تطلع الكلورايد والمي، لذلك إيش راح يصير بعد ما راح يطلع مي الألفيولاي، هذا المي البسيط اللي يخفف قلنا، لذلك راح يصير كلش إكسسيف، راح يصير ما بي يعني كلش يصير بيسكاس وما بي مي، وصعوبة ما تقدر تتخلص منها اللنج، لأن فد مواد تصير كلش صلبة مو لينة. زين، هاي يعني السيستيك فايبروسس هاي تعرفوا هسه، هاي بعدين إن شاء الله بتاخذون أطفال تعرفون مرات أكو أطفال ينولدون ما عندهم هذا الجين المسؤول على أن هاي يكون لي البروتين اللي يكون القناة لتطلع الكلورايد والمي، لذلك يصير عندهم إنفكشن، يصير عندهم يعني التهابات بسهولة، لأن هذا الفيسكاس ما يقدر يتخلصون من عنده. كيف يعني مرات من الأسباب اللي تسوي لي ريكرنت إنفكشن يعني التهابات متكررة للطفل، يشكون إنه ممكن خاف عنده هذا المرض الجينيتك، هو جينيتك، مرض جينيتك، جينات بيها خلل بالبروتينات سبب لي خلل قناة الكلورايد والمي، فما يقوم يطلع مي. فعادة تنعزل كلش مهم تعرفوا إن شاء الله تنسألون عليه هواي. السيستيك فايبروسيس هو مرض أكثر شيء بالأطفال. زين، إحنا قلنا هاي ال thin film of fluid normally present in alveoli has surface tension، قلنا تولد لي في التنشن معين، لأن قلنا ال water molecule on the surface are attached more to other water molecule than to the air، يعني وحدة تحاول تشلب بالأخ، يعني وحدة تعطي فورس للأخ تنجذب وحدة باتجاه الأخ، من ينجذبون وحدة باتجاه الأخ راح يعني يحاولون يعني شلون يقللون المساحة أقصى ما يمكن إنه وحدة تنجذب بالأخ، مثلا هاي إحنا عندنا السيرفس فلويد هاي مولكيول مال ووتر، وحدة تنجذب باتجاه الأخ وهكذا، يعني هيج اتجاه الفورس مالتهم مال التنشن، فهذا معناه راح يصغر حجم الألفيولاي. هذا law of Laplace، هذا pressure is directly proportional to the surface tension and inversely proportional to the radius of the alveoli. شتي النص هذا؟ يقول surface tension، العفو اللي pressure is directly proportional to surface tension، يعني كل ما زاد surface tension معناها طرديا يتناسب ويا pressure، وعكسيا ويا radius of alveoli، كل ما كان radius of alveoli كبير معناه البرجر قليل، كل ما كان surface tension عالي بيها بالالفيولاي معناه البرجر عالي. according to هذا القانون the pressure is small alveoli would be greater than the large alveoli if the surface tension were the same in the both. يعني أنا إذا عندي alveoli صغيرة alveoli كبيرة، الفيلاي الصغيرة معناها شنو الراديوس مالتها؟ معناها صغير مو؟ والكبيرة معناها شقد كبير الراديوس مالتها القطر، يعني شنو بحسب هذا القانون؟ معناها البرجر الضغط داخلها هي قطرها كبير، يعني طبيعيا راح يكون قليل، واللي تكون صغير مالتها الراديوس البرجر مالتها اكيد راح يكون كبير، يعني برجر مالته داخله كبير. اوكي، اذا عندي surface tension ثابت يعني اثنينهم the same مثلا surface tension، the greater pressure of the smaller alveoli would be caused to empty its air into the large alveoli. يعني دي يقول هنا منطقيا اذا انا عندي مثلا هاي الالفيولاي الصغيره البرجر مالتها عالي، والالفيولاي الكبيره اللي هي الراديوس مالتها عالي راح يكون برجر قليل، طبيعي الهواء يريد يتحرك من البرجر العالي للقليل، يعني من الالفيولاي الصغيرة اللي البرشر داخلها عالي تحرك وين؟ باتجاه الالفيولاي اللي البرشر مالتها يكون واطي. بس هذا نورمالي ما يصير، هسه راح نعرف ليش نورمالي ما يصير. اوكي، انا عندي مادة مسؤولة على انه تقلل لي البرشر داخل هم اثنين، بس بعدين ان شاء الله نتعرف ليش ما يصير هذا الشيء، انه ما يدخل الهواء من الالفيولاي العالية للالفيولاي الواطي البرشر داخلها، لان هذا ما يصير يصير يعني المفروض كل الالفيولاي بيهم نفس يعني بيهم اير وكلهم يسوون تبادل خاص، ما يصير انه وحده تفرغ يعني مثلا صغيره تفرغ بالكبيره وهكذا الهواء، لا لازم كلهم يكون عندهم هواء داخلهم كلهم يسوون تبادل غازي، لذلك انا هاي نورمالي ما المفروض يصير انه هي تفرغ الاير باللارج وان. اوكي،
الصحي وراح نعرف شنو هي الميكانيزم اللي ما راح تخلي هذا يصير الشيء، يعني ما تخلي انه الهواء يروح من البريشر العالي داخل الالفيلاي الصغيره للبريشر الواطي للالفيلاي الكبيره. فهنا شو يقول لكم اكمل هذا، يقول لكم هنا هاي doesn't normally occur because the alveolus decrease in size surface tension okay is decrease at the same time radius is reduce. يعني شو يقول لكم هنا، يقول لكم ليش انه ما راح تصير هاي الشغله، لان الالفيلاي الصغيره اللي قطرها صغير قلنا معناها البرجر مالتها عالي، surface tension مالتها راح يكون واطي، انا عندي ماده معينه راح تخلي surface tension يصير واطي بيها. هسه نشرح المادة إن شاء الله شنو هاي. فهاي المواد راح تخلي surface tension بالألفيلاي الصغيرة راح تخليها تكون قليل البرجر داخلها، لذلك ما راح تخلي الهواء يدخل بالعكس، يعني يدخل منها للكبيرة. أوكي يعني صدقتوا أكيد، بس أنا عندي هنا أنا قلنا هاي normally برجر داخلها عالي. هو شنو الأشياء المسؤولة على إنه سبب البرجر عالي؟ radius كل ما صغر السيرفس تنشن كل ما زاد راح تخلي البرشر داخل الفيلاي عالي. فاني عندي نورمالي هاي الصغيره الراديوس مالتها صغير، اكيد البرشر مالتها راح يكون عالي. شلون حتى اخلي هذا يعني البرشر مالتها قليل اخليها اساويها ويا الكبيره حتى ما الهواء يتفرغ منها للكبيره؟ اخلي السيرفس تنشن مالتها قليل حتى الضغط شويه يقل. اوكي هذا يسوي السيرفس تنشن قليله، راح ناخذها ماده معينه هي تقلل هذا السيرفس تنشن. فهاي افتهموها. اللي هي مادة اسمها السيرفكتنت راح نشرحها ان شاء الله على البارت الثاني، بس ارجو ان شاء الله تكون واضحة. راح اعيدها المرة الاخيرة حتى تستوعبوها، انه انا عندي احنا قلنا هذا اللو اوكي اوف لابليت ايش ده يحكي، ده يقول انه انا عندي قانون. قانون شي يقول؟ يقول البرشر يتناسب طرديا ويا الراديوس، العفو طرديا ويا السيرفس تنشن وعكسيا ويا الراديوس. يعني كل ما زاد القطر مال الالفيلاي كل ما البرجر داخلها قل، كل ما قل الراديوس كل ما البرجر داخلها كبر. اوكي سيرف اضافه هاي اول عامل. ثاني عامل السيرفس تنشن، كل ما زاد السيرفس تنشن بالالفيلاي البرجر داخلها زاد، كل ما قل السيرف استنشن بالالفيلاي البرجر مالتها قل تناسب طردي. زين انا عندي شنو الالفيلاي الصغيرة، اذا انا مثلا عندي سيرف استنشن ثابت الالفيلاي الصغيرة راح يصير البرجر داخلها اعلى من الالفيلاي الكبيرة. فمعناها هاي شنو احنا منطقيا من نفكر نقول هاي معناها الهواء راح يدخل من تركيز العالي الواطئ راح ينسحب من الالفيلاي الكبيرة الصغيرة للكبيرة يروح يدخل الكبيرة. اني نورمالي ما يصير عندي هذا الشيء. اوكي ليش؟ لان الالفيلاي الكبير الصغيره براشر قلنا سيرفيس تنشن على الراديوس، الالفيلاي الصغيره ايش راح اسوي حتى اقلل هذا البراشر العالي لعتها؟ راح اسوي اقلل السيرفيس تنشن مالتها. انا اقلل السيرفيس تنشن احنا كلنا اقلل السيرفيس تنشن مالتها، بس الالفيلاي الصغيره راح يتقلل اكثر، فلذلك راح تتوازن. اوكي البرشر داخلهم يتوازنون داخلهم كلهم، من اقلل السيرفس تنشن راح يقل الضغط مالتها للالفيلاي الصغيره. فالساهم بهذا الشيء انه ما تخلي الهواء يمشي من الالفيلاي الصغيره للكبيره، يساوون اثنينهم. هاي الحقيقي الواقع، هاي بحاله وجود السيرفكتنت هاي الماده تخليهم شوفوا ايكوالي يدخل الهواء، هاي الماده اللي هي تقلل السيرفس تنشن. من ما موجوده عندي هاي السيرفكتنت لا، معناها راح الهواء يدخل من الصغيرة للكبيرة، لأن الهواء داخل الصغيرة راح يكون أعلى بسبب حجمها الصغير، بسبب الراديوس مالتها الصغير.